ورجعنا معكم من جديد بيسوغ في ساعة بساعة متواصلين حتى نص الليل وقاية الأدب كالعادة مع عزيز في ليفر دو جور. ليفر دو جور ليفر دو جور شبيك عزيز شبيك عزيز لا حما يعمل في حركات غريبة في فقرتنا لليوم باش نقترح عليكم رواية بعنوان التنتورية للكاتبة المصرية رضوى عاشور. رضوى عاشور هي قاصة وروائية نقدة أدبية وأستاذة جامعية من مواليد 26 ماي 1946 بالعاصمة المصرية القاهرة، وتوفيت في 30 نوفمبر 2014 عن عمر يناهز 68 سنة. رضوى عاشور تتميز بمشروعها الأدبي بشقه الإبداعي والتحرر الوطني والإنساني بالإضافة للرواية التاريخية، كما تراوحت أعمالها النقدية المنشورة بالعربية والإنجليزية بين الإنتاج النظري والأعمال المرتبطة بتجارب أدبية معينة. رضوى عاشور من أهم الأدبيات والكاتبات في العالم العربي، وخير دليل على ذلك حصولها على عديد الجوائز والتكريمات. مثال، في سنة 1995 تحصلت على جائزة أفضل كتاب بالقاهرة، 2003 تم تكريمها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، 2007 تحصلت على جائزة أدبية في اليونان والعديد من الجوائز والتكريمات الأخرى. بعد ما قدمنا لكم لمحة بسيطة على السيرة الذاتية للكاتبة رضوى عاشور، خلينا نرجع لكتابنا بالنسبة لليوم، وهي رواية التنتورية. التنتورية رواية تم إصدارها لأول مرة في سنة 2010 عن دار الشروق المصرية. تسرد الرواية سيرة لعائلة فلسطينية منتسبة لقرية التنتورية بين عام 1947 إلى سنة 2000، حيث تم اقتلاع أرضهما بعد اجتياح العصابات الصهيونية للقرية الفلسطينية. رواية في غاية الروعة، تحكي على معاناة الشعب الفلسطيني ومما يتعرض له من اضطهاد من طرف الكيان الصهيوني. قراءة ممتعة للجميع. هذه الساعة عزيز، هكا كانت لليفر دو جور.